لو كنت شايف ان الناس في اوروبا في القرن ال18 شديد الاناقة، يؤسفني اقول لك ان اعتقادك خاطئ، لدرجة انه نادرا جدا لما كان حد بيستحمى وقتها على مدى حياته كلها، وكانت الريحة المعفنة حاجة عادية بالنسبة لهم متعودين عليها، وده كان بسبب التخلف اللي كان مسيطر على اوروبا في الوقت ده، واعتقادهم ان اللي بيستحمى كتير بيموت. حتى ما كانتش العطور ومزيلات العرق معروفة في اوروبا في الوقت ده، فمفيش اي حل الا انهم يستحملوا ريحة بعض. في الوقت ده كان العرب والمسلمين بيستحموا عادي، وكانوا بيحطوا عطور ومزيلات لرائحة العرق. وفي القرن 19 انتقلت فكرة مزيلات رائحة العرق لأوروبا عن طريق الأندلس اللي كانت في الوقت ده تحت حكم إسلامي. أوروبا بدأت في استخدام مزيلات العرق بعد 10 قرون كاملة من استخدام العرب لها. أما عن نساء أوروبا فما بدأوش يهتموا بإزالة الشعر الزائد لمؤاخذة يعني إلا في القرن الماضي بس، فكان عادي جدا في أوروبا تشوف الستات هناك مشعرين وشنبهم في وشهم. في القرن 19 في أوروبا ما كانش في حاجة اسمها صرف صحي، طب يلبوا نداء الطبيعة إزاي؟ كانوا بيعملوها في جردل، ولما يخلصوا يرموها من الشباك، واللي معدي من تحت الشباك هو وحظه بقى. وطبعا كانوا بياخدوا الموضوع بروح معنوية من غير أي زعل، وطبعا ما كانش ينفع يستحموا لو الحاجات دي اتدلقت عليهم. طب بالنسبة للنوع التاني من نداء الطبيعة، كانوا بيخصصوا مساحة من كل شارع يكوموا فيها البتاع ده، تخيل المنظر والريحة، وتخيل لو عربية كارو معدية في الشارع وطرطشت عليك، وتخيل بقى ان لو ده حصل برضو ما تقدرش تستحمى. ظهر اختراع في اوروبا عبارة عن كرسي مخروم وتحت الخرم او الفتحة حاطين جردل تخلص وترمي. المشكلة بقى هيعملوا ايه بعد ما يخلصوا؟ طبعا ما كانش فيه شطاف ولا مناديل، دي بقى انا حاسبها لخيالك الخصب. اوعى تتخيل ان كان في معجون اسنان في اوروبا في الوقت ده، لكن في نفس الوقت ده العرب والمسلمين كانوا بيستخدموا السواك وكمان الاعشاب المعطره للفم، وكان شائع جدا في اوروبا تسوس الاسنان وتساقطها، ومش هتكلم عن اصفرار الاسنان ولا ريحه البق. طبعا مع مستوى النظافه الشخصيه اللي كانت موجوده في اوروبا في الوقت ده، كانت حشره البق شيء مألوف جدا على سرايرهم، وكانت سبب في انتشار الامراض في اوروبا، وكان الحل الوحيد هو دلق الكيروسين على السرير اثناء النوم وتحمل ريحته طول الليل. طبعا ما ينفعش يستحمى الصبح مكان الكيروسين لان الاستحمام خطر. وفي الوقت ده كان بعض العرب بيناموا على سراير من ريش النعام زي هارون الرشيد. الاوروبيين اكتشفوا الحل السحري لكل مشاكلهم اللي هو الزئبق، كانوا بيكافحوا بيه البق والحشرات اللي كانت بتبقى موجودة على جسمهم، وكانوا بيرطبوا بيه جسمهم، بس النتيجة آلاف الوفيات طبعا.